السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم في التربية الإسلامية مكون الحكمة بعنوان أنصح وأحاور بأدب. كان أبو سيدنا إبراهيم يعبد الأوثان، كان إبراهيم يدعوه لعبادة الله، إبراهيم يصده دائما ويرفض دعوته، كان إبراهيم يتلطف في الحوار ويخاطبه بأدب فيقول يا أبتي. سيدنا إبراهيم يعبد الأصنام، إبراهيم عليه السلام كان يدعوه لعبادة الله، كان والده يصده دائما صفات سيدنا إبراهيم: الحلم وهدوء النفس، الأدب، كان يخاف على أبيه من العذاب، من أدب الحوار حسن الإصغاء، من أدب الحوار كذلك عدم الصراخ، من أدب الحوار قول الصدق، قول الصدق وعدم الكذب. من أدب الحوار كذلك التواضع أثناء الحوار. ثم الاحترام المتبادل. ننتقل إلى التمرين. أجب بصحيح أو خطأ. أبو إبراهيم كان يعبد الله، كان إبراهيم ينصح والده، إبراهيم كان خائفا على مصيره، أبو إبراهيم يعبد الأصنام، أبو إبراهيم كان يعبد الله،
إبراهيم كان ينصح والده. كان خائفا على مصيره. أبو إبراهيم كان يعبد الأصنام، صحيح. يجب أن أرفع صوتي أثناء الحوار. أحترم رأي أصدقائي. أقاطع حديث أصدقائي. أتأدب في حواري. يجب أن أرفع صوتي، خطأ. أحترم رأي أصدقائي، صحيح. أقاطع حديث أصدقائي، صحيح. خطأ. أتأدب في حواري، صحيح. إلى اللقاء وبالتوفيق.